جميع تفاصيل لعبة Modern Warfare 2 المالتي بلاير والوارزون 2.0 والوارزون موبايل. خليكوا معنا. يوم أمس 15/9 نظمت أكتيفيجن حدث كبير لعبة مودرن وارفير 2 ولعبة الوارزون 2.0 والوارزون موبايل. شارك في الحدث 200 ستريمر وصانع محتوى. وقبل ما نبدأ بالتفاصيل، يا ريت تشتركوا في القناة وتساعدونا في نشر الفيديو والضغط على زر اللايك. راح نحكي عن تفاصيل كل لعبة بشكل منفصل، وبالآخر راح نحكي عن الجن سميث. المودرن وارفير 2 المالتي بلاير يوم 16/9 راح يقدر لاعبين البلاي ستيشن أصحاب الطلب المسبق ولمدة يومين من لعبة نسخة البيتا، وبتاريخ 18/9 ولمدة يومين راح يلعب كل لاعبين البلاي ستيشن نسخة البيتا. الجديد في المودرن وورفير 2 من حيث الجيم بلاي، المالتي بلاير تبعت المودرن وورفير 2 مبنية على المودرن وورفير 2019 وبنفس الميكانيك، مع وجود بعض التغييرات والأشياء الجديدة، مثل تم إدخال مناطق بحرية مع إمكانية السباحة والغوص واستخدام سلاح البستول داخل المياه والإطلاق على العدو وإنت داخل المياه. إمكانية إنك تتعلق على طرف جدار أو طرف مبنى وتستخدم سلاح البستول وتقتل العدو وإنت متعلق. راح يكون في اللعبة مابات كبيرة ومابات مخصصة لستة ضد ستة. تم عرض خريطتين تقريبا من خرائط المالتي بلاير. صريف بي خريطة كبيرة بتحتوي على مباني ونهر. ميركادو لاس ألماس عبارة عن سوق في المكسيك بتضمن محلات صغيرة ومباني صغيرة، وهي فاست ماب يعني خريطة مخصصة للعب السريع. الفارم 18 منطقة ساحلية نائية تتضمن مقلع ومصنع اسمنت. فالديراس موزيم متحف في منطقة أسبانية. برين بورغ هوتيل عبارة عن فندق. المودز راح تتضمن الملتي بلاير المودز المتعودين عليها، الديث ماتش والدومينيشن والسيرج اند دستروي اللي كلنا بعرفها ولعبها، بالإضافة إلى تور الرهينة. هو عبارة عن تور في فريقين، فريق مدافع وفريق مهاجم، وراح يكون في رهينتين. لازم الفريق المهاجم يروح يأخذ الرهينة ويوصلها لمكان معين، والفريق المدافع لازم يمنع الفريق الثاني من إنه ينفذ الميشن المطلوبة. راح يكون في مود مخصص لعشرين لاعب ضد عشرين لاعب، بالإضافة أيضاً إنه راح يكون الجراوند وور اللي كان موجود في المودرن وورفير 2019، وتور سبيشال أوبس برضو اللي كان موجود في المودرن وورفير 2019، بالإضافة إنه في تور الثيرد بيرسون يعني الكاميرا راح تكون ثيرد بيرسون، وراح يكون عندك خيار لما تعمل إيم إنه الكاميرا تتحول للسلاح مباشرة أو تضل ثيرد بيرسون. وورزون 2.0 بتاريخ 16/11 راح نقدر نلعب بالوورزون 2.0 مع بتاريخ بداية السيزون الأول للباتل باس للمودرن وورفير 2. خريطة جديدة بتتضمن مدن ساحلية ومستودعات ومناطق صحراوية وقمم جبلية صخرية ومناطق صناعية، بالإضافة إلى أنهار ومناطق مياه ومدن كبيرة. كل الأمور الجديدة الموجودة في الجيم بلاي تبع الملتي بلاير راح تكون موجودة بالوارزون، بالإضافة إلى 12 مركب جديدة من سيارات وطائرات وقوارب بحرية مع احتمالية نفاذ البنزين في كافة المركبات، وبتقدر تعبي بنزين لهاي المركبات من الكازيات اللي راح تكون متوزعة في الخريطة أو من خلال الجالونات اللي راح تكون موجودة مع اللوداو، بالإضافة إنه إمكانية إنك تعالج الضرر اللي موجود في السيارات في الكازيات المتوفرة في الخريطة. زجاج السيارة بتكسر وبتقدر تطلع فوق السيارة وهي ماشية، يعني تطلع من شباك السيارة على ظهر السيارة. في بعض أنواع الطائرات بيقدروا اللاعبين يتنقلوا من جهة إلى جهة، وبيقدروا كل اللاعبين يكونوا على جهة واحدة. راح يكون في آلية جديدة لإغلاق الزون، ففي بعض الإغلاقات راح تتوزع إلى أكثر من دائرة، بعد هيك راح تتجمع إلى دائرة واحدة. الجولاك راح يكون 2 ضد 2 مش 1 ضد 1 زي هلا،
وفي بعض الأحيان راح يكون معك لاعب آخر إذا كان ما في حدا من تيمك في الجولات. راح تتضمن الخريطة مناطق مغلقة فيها عدد كبير من البوتس بمستوى عالي من القتال وبأعداد كبيرة، وفي حال قدرت تتخلص على كل البوتس الموجودين في هاي المنطقة راح يكون اللوداوت الموجود فيها لوداوت كبير. قبل ما ننتقل للجن سميث والوارزون موبايل، يا ريت تشتركوا في القناة وتساعدونا في نشر الفيديو والضغط على زر اللايك. الجن سميث هاي المرة راح يتم تقسيم الأسلحة لمجموعات. في أسلحة راح تكون في مجموعة لحالها زي الار بي جي، لكن مثلا الام 4 والام 16 راح يكونوا في مجموعة واحدة، وعليه بتقدر تركب البرل تبع الام 4 على الام 16 والعكس. وفي حال فتحت فرضا الستوك لسلاح الام 4 فراح يفتح باي ديفولت معك الستوك لسلاح الام 16. وارزون موبايل راح تتضمن خريطة فيردانسك بكل المناطق الموجودة فيها وكل ميزاتها من الأصوات والحركة وأسلوب اللعب والكونتراكس الموجودة فيها واللوداوت، وبنفس الطريقة حتى الشوب موجود فيها. راح تتضمن الخريطة 120 لاعب بدون أي بوتس، وراح تكون اللعبة متوفرة على متجر الاي او اس ومتجر الاندرويد بالإضافة للبي سي والكونسول. بس لاعبين الموبايل إن كان اي او اس او الاندرويد راح يلعبوا مع بعض، ولاعبين البي سي والكونسول راح يلعبوا مع بعض. كل المناطق اللي كانت موجودة في خريطة فيردانسك موجودة فيها، من بونيارد للتي في ستيشن للسوبر ستور للإيربور. إصدار اللعبة راح يكون العام القادم. في الحدث لعب 200 ستريمر وصانعين محتوى اللعبة وجربوها بكل أطوارها وبكل تفاصيلها. حتى الوارزون 2.0 والأورزون موبايل، لاعبين البلاي ستيشن اللي عاملين البري أوردر راح يكون لهم سكن للاعب ولا سلاح خاص فيهم. في النهاية بتمنى يكون الفيديو مفيد، ويا ريت تشتركوا في القناة والضغط على زر اللايك ونشر الفيديو.